صحيح محمد، هو لما يجي راح يلعب مباراه كره قدم، لماذا لا يريد المجيء؟ ولما يكون في القائمه لماذا لا يريد المجيء؟ ليس لديك اي اجابه. علامه استفهام. علامه استفهام. قاسي سعيد، التهميش ما نضمنش محمد، ما نضمنش باللي يعني محرز لو يلتحق بالمنتخب الوطني الجمهور تاعنا او الصحافات راح تهمشوا. من المستحيل يعني واحد نجم كما محرز نضمن باللي راح يفرحوا به. لا، ليس من الجمهور او من الصحافه، ربما من المحيط في المنتخب. لا لا، ما تقدرش واحد كما محرز ما تقدرش تهمشوا. ولكن لماذا اذا لا يريد المجيء؟ نظن انا على حسب رايي، وبقى رايي محمد، تضامن مع الناخب الوطني السابق. لما شفت البرقيه اللي قام بها لما تكلم مع جمال بلماضي، من حقه يشكر المدرب، من حقه يعني يكبر بالمدرب هذا، ولكن ما تنجيش بعد تاخذ بارتي بري تقول. لا اعتقد هذا قاسي سعيد، انا نظن رايي اذا ثبت هذا يعني محرز كان يلعب للناخب الوطني السابق ولم يكن يلعب للمنتخب. ما هو راي محمد؟ اعطينا رايك. انا اعطيت لك انا كمحللين اريد ان استفسر منكم. هذا هو رايي. محمد، انا بالنسبه لي هذا راي صعب انه رياض محرز ينحصر فيه، لأنه يعرف أن يعني المنتخب الوطني ليس ملك لأي أحد كان، سواء من الجماهير، سواء من اللاعبين، سواء من الإداريين. المنتخب الوطني ملك للجمهور الجزائري ولكل اللاعبين اللي عندهم يعني الجواز السفر الجزائري. هذا شيء. لماذا لا تحسن الظن وتقول بأن اللاعب مصاب وإدارة الأهلي السعودي لم تكن تضلل في الرأي العام لما أعلنت إصابته وهو فعلا مصاب ولا يستطيع المجيء؟ يقدر يكون مصاب محمد، يقدر يكون مصاب، لكن محمد في الفترة هذه بالذات محمد شفناه لعب المباراة اللي جرات ما عندهاش يعني أيام كثيرة، وين لعب بصفة عادية. يقدر يكون مصاب محمد، لكن رياض محرز معروف في الاونه الاخيره المنتخب الوطني يحتاجه، لانها مباراه صعبه، مباراه تحتاج لاعبين اللي عندهم خبره محمد. في بعض الاحيان لاعب لما يكون واقف في ارضيه الميدان ولاعب ذوي خبره هذه مفروغ منها، يعطيك اضافه، مفروغ منها. لاعب مهم محمد، لاعب مهم. اوكي، مفروغ منها. لماذا لا يريد المجيء؟ هذا السؤال الذي لم تستطع ان تجيبني عليه محمد. لكن هل رياض محرز قال انا ما نجيش؟ انا نجاوبك، أراك تسألني مش تجاوبك. نسألك، نجاوبك في على المرة في الفترة الماضية. رياض محرز قال لا أستطيع المجيء إلى هذا التربص، امنحوني وقتا للراحة ووقتا للتفكير. الفترة الماضية والفترة الحالية. في الفترة الحالية حسب قاسي سعيد قال لك تواصلوا معه وأرادوا مجيئه لكنه لم يرد عليهم. هذه المعلومات المتواجدة حاليا محمد. ما لا، هذه المعلومة الأخيرة، لم يرد عليهم محمد، وأنا وش حنرد عليك لما هو الماني بالأمر. قراءتك يعني تحليلك. قراءتي محمد، قلت قراءتي أنا ما هوش حي بيجي، أنا أعطيتها لك محمد. لمحث عن الأسباب يعني محمد. صعب أنك تلقى الأسباب، لأن مشاهد البسيط الموجود الآن في المنزل يتساءل لماذا فجأة رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب الوطني إن كانت هذه الأخبار صحيحة بأنه لا يريد المجيء حقا. وإن كان لا يريد المجيء، هل هو اعتزال دولي بأنه لن يأتي مستقبلا، أم أنها استراحة محارب ربما سيعود في الموسم المقبل؟ إذا كانت استراحة محارب يجب أن تكون بالاتفاق مع الناخب الوطني، لأنه ربما الآن الناخب الوطني قد يأخذ موقفا من رياض محرز بعدما رفض الدعوة مرتين إن صح رفضه في هذه المرة. سؤال آخر يعود إلى الأذهان، لما طلب دولور استراحة محارب عند انتقاله إلى نادي نيس، لماذا قامت الدنيا ولم تقعد وتم رفضه وتم تخوينه وتم إبعاده من المنتخب لمدة زمنية؟ وفي الماضي وحتى حاليا يقال استدعاء وليس الدعوة. أنا قلت منذ قليل بأنه وصلته دعوة واستدعاء، هي كان المصطلح الصحيح المستعمل واستدعاء. استدعاء. لماذا نستعمل مصطلح استدعاء وهو الفرق بين الاستدعاء والدعوة؟ نستعمل مصطلح استدعاء للاعبين لأننا نعتبر هذا واجبا وطنيا. يقال مثلا استدعي للخدمة الوطنية، الواجب الكونفوكاسيون واجب، بينما الأخرى دعوة انفيتاسيون. لما نوجه لك دعوة مثلا لحضور هذا الحصة، بإمكانك ما تجيش تأتي وبإمكانك لا تأتي، يعني وتعتذر. نوجه لك دعوة لحضور حفل زفاف، بإمكانك تأتي بإمكانك لا تأتي، ربما تكون مشغول. لكن لما نستدعيك للخدمة الوطنية، نستدعيك للمنتخب الوطني من أجل الدفاع عن الألوان، نستدعيك لمهمة وطنية، وهنا لا يكون لك حق الرفض. هنا يجب أن
تلبي ذاك الاستدعاء. هذا هذا هو الفرق بين المصطلحات، أردت أن أوضحه. ربما سنبقى نبحث عن أسباب غياب محرز. احنا محمد أنا نتكلمه رانا نتكلمه اليوم في البلاطو، هذا ما كل حد يمد رأيه، وربما يقدر يكون محرز في البارح ولا البارح كنت فاهم مع النخب الوطني نجم تفهمه يقدر يلتحق. قلت إن صحت هذه الأخبار نحن الأخبار. ننتظر الخبر اليقين وننتظر أيضا بيانا من الاتحاد الجزائري، وفي حال وجود إصابة للاعب مثل ما نعم مثل ما تم التعامل مع لاعبين سابقين يجب أن يأتي إلى هنا يخضع للفحوصات ويتحدث مع الناخب الوطني. هنا نعلم بأنه لا قضية اسمها رياض محرز، أما إن تم التمسك والتشبث بالموضوع الإصابة ولم يحضر رياض محرز، هنا أعتقد بأنه ستكون هناك مشكلة مستقبلا، خاصة هو القائد الفريق. يعني ما تقدرش تمشي للميدان الحرب بدون القائد ديالك. احنا نتمنى ونشوفوا محرز مع المنتخب الوطني لتولي قضية دولار الناخب الوطني. واش قال أنا ذاك؟ قال لك لو كان ينوضوا الشهداء ما نعرفش نرجعوا محمد، ولكن عاود رجعوا نظن بلي هنا كان خطا. ومن بعد تشوف الست مباريات الاخيره تاع محرز في رابط في كاس افريقيا محمد في كوت ديفوار في الكاميرون، اي مدرب يقول لك انا ما نحتاجش لاعب كيما هذايا، يعني ما قدم حتى شيء للمنتخب من 2019. نعم، وجهه نظر اخرى تقول ليس بيتكوفيتش هو من ابعد رياض محرز عن المنتخب، وانما الاطراف التي اعادت ابراهيمي ومنحته شاره القياده هي التي ابعدت رياض محرز. لا 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 محمد، شوف هذه القضيه محمد، هذا الراي مرفوض. لا مرفوض محمد، لان شفنا ابراهيمي لما تكلم ما عنده اي اشكال مع خاصه مشكل ابراهيمي. قال محرز هو القائد الاول، هو القائد الاول تاع المنتخب الوطني. وحتى محمد هنا لازم رياض محرز هو اللي يدلي بالتصريحات، لان القائمه ما زال ما اعلن عليها. هذا شيء سابق لأوانه على أننا نتكلم على رياض محرز أنه رفض أو هو في القائمة. ربما بيتكوفيتش يدير قائمة تاع 23 ما يديش فيها رياض محرز في الآونة الأخيرة. رياض محرز من ناحية الاندفاع البدني لو نحبوا نتكلموا عليه بأشياء واقعية وأشياء حقيقية، من الناحية الدفاعية لا يقدم أداءات، من ناحية الالتحامات لا يلتحم مع اللاعبين، من ناحية يعني المراوغة تاعو للاعبين في إفريقيا لا يراوغ أي لاعب هناك. يعني صح عنده رجل يسرى سحرية، عنده بكرات مليمترية في الأرجل، عنده يعني كرات ثابتة يتسددها بطريقة جيدة. نعرفوا أن اللاعب يساري دائما يملك رجل يسارية جيدة، لكن من الناحية أخرى محمد حتى لو ما يكونش رياض محرز ما راح يكون حتى تأثير، لأن في الملاعب الإفريقية وفي إفريقيا ماكش راح تشوف مانشستر سيتي تلعب ولا الكرة الجميلة، راح تشوف كرة في السماء، راح تشوف التحامات، راح تشوف اندفاع بدني أكثر من ما هو يكون من الناحية التقنية والفردية محمد. نعم، إلى اللاعبين الذين استدعاهم بيتكوفيتش إلى قائمة تربص أجوان، من بينهم ابن الأسطورة الأخضر بلومي، بشير بلومي، الذي تأكد استدعاؤه لهذا التربص. أعطينا الصورة من فضلك. لاعب أبدع مؤخرا ويستحق التفاتة أخرى، لكن متى سنراه فوق المستطيل الأخضر؟ أنا نزيد نعاود نأكد لك محمد، المصطلح ابن الأسطورة الأخضر بلومي ما يدخل ليش في رأسي. هدايا واسمه بشير محمد بلومي، اللي نتمنى له يعني النجاح في المنتخب في النادي تاعو دابا اولا، ثم في المنتخب الوطني. هذا اللاعب هدايا في الاواني الاخيره راهو كل مره يخرج لاعب الشهر في النادي ديالو، راهو يسجل اهداف، وان شاء الله يعني يزيد نشوفه في فريق اخر اللي اكبر من هذا النادي اللي يلعب فيه. ولكن مادابيا نحيو هذيك ابن الاخضر باللومي، لان ربما راح تكون كومبلكس لهذا الطفل هدايا. هذا هو المشكل. لاعب ممتاز محمد، يعني في القضية هذه اللي يتكلم فيها محمد قاسي سعيد ابن يعني الأخضر باللومي، لو كان هنا يلعب في الجزائر محمد في البطولة الجزائر، نقدر نقول لك راح يلقى عائق من ناحية يعني لونتوراج، من ناحية المقربين ربما في النادي، الجماهير، كل جماهير الجزائرية راح تقعد تتكلم الكلام أن هذا اللاعب هو ابن. لكن في المنظومة اللي راهو منظومة الكروية في البرتغال راح تسمح له محمد باش يكون يعني يلعب بدون عقدة، لأن نحبه لنكره لما يكون الوالي تاعك الأخضر باللومي أو أي اسم كان يعني اسم تقيل، راح تكون عندك يعني مسؤولية كبيرة، راح يكون عبء
كبير عليك ثقل راك تحسه، لكن هو في البطولة البرتغالية محمد في البداية تاعو واحد ما يعرف باللي أنه ابن نجم، لكن مع مرور الوقت لما يكون هو نجم في هذه البطولة ويبرز كامل إمكانياته تكون اللي عنده هذه الثقة الزائدة والثقة يعني الإيجابية راح يبرز يعني بدون عقدة محمد. ومن أنا ذاك حتى لو يقولوا ابن اللاعب فلاني هو يكون في السكة الصحيحة ويكون تقدم في المستوى تاعه. نتمنى له حظا وفرا وسعيدا، ونتمنى أن نراه في المستطيل الأخضر يجربه الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش.